سوق السمك كلشي خرج عندنا لهاد البلاصه هادي ولات بؤره صداع ديال الليل. هاد الناس كيبداو من 4 الصباح حتى ل 10 ديال النهار، حنا هذيك اللحظه هي اللي كنستريحوا فيها وكننعسوا فيها. الناس اللي كنتفاجئوا في هاد الايام ديال الحجر الصحي بواحد المشكل عويص، هو مشكل ديال السوق ديال السمك. هذا مشكل كبير خرجوه لينا هاد الايامات من المرسى، خرج لنا الساكنه، خرجوا لنا في الجناب ديالها، بغاو يديروا لنا هنايا. ولا عندنا مشاكل كبيره، مشاكل ديال الازدحام، مشاكل غتولي عندنا هنا بؤره جديده ثاني في هذا المشكل. يعني هاد الناس راه لا اله الا الله محمد رسول الله، حنا كنعانيو. اول حاجه كنعانيو من الصداع ديال الليل، هاد الناس كيبداو من 4 الصباح حتى ل 10 ديال النهار، حنا هذيك اللحظه هي اللي كنستريحوا فيها وكننعسوا فيها. دابا حنا وليداتنا عندنا مرض اصلا، يعني عندهم مناعه قليله، وعندنا الزوجه حتى هي يعني عندها ضغط نفسي من ناحيه ديال ما عندهاش التنفس. دابا ولينا مع هذه الرائحه وزيتنا رحنا محلين. حنا اللي كنطلبوا من الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير، هذا راه ماشي هو وقت بعدا ديال باش يتنقل السوق ويخرج لبرا، السوق خصو يبقى بلاص ديالو، ما عندوش باش يرجع عندنا حنايا لهنا لحي النور. وحنايا راه حنا ساكنه، يعني هذا راه ضرر كبير بالنسبه للساكنه. الساكنه دابا وجهيه دابا في محنه عي مع الحجر الصحي، مع النفسيه عادي تزاد عليك ثاني الروائح وتزاد عليك القدورات ديال الريحه ديال المشاكل ديال السمك. وراكم عارفين الريحه يعني راه كتاثر بزاف، شوف هذه الايامات ديال الصهد، حنا جايين في ايام ديال الحراره، يعني راه هادشي راه ضرر بالنسبه لنا. حنا الله يجازيكم بخير، راه حنا راه تمحنا، حنا اصلا محنين من عند الله يعني بهذا الحجر الصحي، ومع هذا عاد باش يتزاد ثاني هذه المشاكل السوق. اللهم ان هذا منكر. اللي كنطلبوا من الجهات المعنيه ومن السلطات اننا ندير لنا حل في اقرب فرصه. راه السوق خرج كامل، السوق يعني راه سوق ولا دابا راه الا كانت كتوافد 1000 راه ولا دابا راه غادا تولي توافد 2000، وكلشي كيخرج واصلا هذا وقت الحجر الصحي. حنا راه حنا محجورين سادين علينا، ولكن هاد الناس راه ما باغاش هذا، بغاو يديروا لنا التسريع تما تولي بؤره اخرى. راه خاص اللي بغى يشوف الصباح يجي يشوف المشكل كيفاش داير. انا من الساكنه ديال حي النور شارع عبد القادر الصحراوي. في الاونه الاخيره اصبحت شاحنات من نوع الرومورك كتبلاصي في هذا الباركينغ هذا اللي كاين هنايا. حنا من الساكنه اصبحنا في الوقت الحالي متضررين من هذه المساله هذه، وكنستنكروا ان شي واحد يجي بلاصي لينا يعني كميوات ديال الحوت. هما كميوات ديال الحوت خاصهم يكون عندهم المكان ديالهم اللي هو سوق السمك. سوق السمك كلشي خرج عندنا لهاد البلاصه هذه ولات بؤره، يعني الجميع اللي جا انه كيجي يتقدى الحوت هنايا ولا انه يتشارجا ويدي شارجا من هنا يتم غادي في الطريق. هاد الحوت هذا يعني ولا كيسبب لنا الرائحه للساكنه كاملين، كلشي متضررين، الناموس، اي جميع الانواع ديال الحشرات. فلهذا المرجو من الناس اللي هما مسؤولين يشوفوا فينا بعين يعني شي حاجه اللي هي تكون فيها افاده للمواطنين اجمعين. هذا هو الراي اللي بغيت نقوله. وحاجه اخرى بانه قدام الديور ديالنا كاينين ستاسيونمون ديال الطوموبيلات ديالنا، ولات دوزيام بوزيسيون كيتبلاصاو فيهم حتى هما الشاحنات. يعني اللي بغى يمشي للعمل ديالو في هذه الفتره اللي هي ديال الحجر، خاصنا نكونوا اننا متضامنين فيها ومتحدين، كل واحد كيأدي واجب ديالو للخدمه ديال الوطن. ما كنلقاوش، كنلقاو لي فيكيل ديالنا مبلوكين، ما كاينش منين نخرجوا. هذا هو المشكل اللي كاين هنا. والرائحه الرائحه الرائحه راه فيها مشكل بالنسبه للناس المتضرره. وشكرا.